سو لي كومبينيزون اور بيستا. هذه هي تاع الطوق هذه شابه بزاف هذه كاع نحبوها هذه ندوقوا يا شوف لحسن الله يبارك عليك شوف هذا كي دارج لاش كومونت نحل درينا لا كوموند هذه ومن طون عرضنا لعندو باش نشوفوا واش عنده لي برودوي راح نبري له انا هذوما ونلبي الدعوه تاعو. السلام عليكم، معك ليفرو تاع تشاكتوز، انا لحقنا لك لاكومون تاعك. السلام عليكم، مرحبا بكم. الله يسرك، انا وصل لك لاكومون تاعك. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، مرحبا بكم. مرحبا بك. الله يسرك، بارك الله فيك. اش قاعد نتسنى هكذا يا طوب؟ احنا راك في عسل امازوني، نحب نستقبل الناس، احنا حبينا نوريو احسن الجزائري، الناس يعرفوا غير السدرة والكاريتوس و. اه جوستومون الله يبارك، انا نشوف كاين بزاف انواع وانا كيف كيف، انا نعرف واحد اربعة ولا خمسة انواع برك، هادو كاع ماشي ما نسمع فيهم. هادو ما كاع تاع الجزائر وكاع عندهم بنة خاصة ومنافع خاصة، هذا هو الإنتاج الجزائري. شحال عندك من نوع هنايا؟ هذا 15 نوع. وحنا نحبوا المشتري اللي يجي نحبوا يذوق. أنا لو كيدوق وما يجريش معليش هذه هي تاع الذوق هذه شابه بزاف هذه كاع نحبوها هذه ندوقوا يا سمعتوا شنو يقول؟ لا قال لك واحد ذوق باطل هنا هذوما كاع 15 نوع تجي ذوق باطل نورمال نورمال راح ندوقوا كحسن الاسود كاين بزاف ناس ما يعرفوش والله كولور تاعو ماشي كحلا ماشي كحلا بزاف باغي تسمع المان الاسود تكون تيماجيني بلي يجيك حل ما كاش حسن الاسود اسود يجي فونسي بزاف تفضل وقوي عنده منافع كبار الكو تاعو قاصح شويه قاصح هذا بصح هذا الدواء على بالك قال عسل دواء ذوقت العسل زعتر زعيطره آه. زعيطره ماشي زعتر زعيطره اه راح تشوف من الكو تاعو والله يبارك قاصح يعطيك الصحه وين قال لان واحد هما كل واحد عنده بنه خاصه وفاش لافونتاج تاعها هنايا عندك هادو العسل 15 نوع تنجم كاع تذوقهم وتخيل اللي عجبك ميم كيسربي لك يسربي لك هذيك العسل اللي ذقتهم ماشي تذوق من هنايا ويسربي لك من جهه اخرى ميم لا كونتيتي ماشي لازم تشري طل ولا كيلو ولا يقدر شحال لا كونتيتي تقدر تشريها هنا عندك المينيموم باش تقدر تنوع المينيموم 125 مينيموم 125 غرام يعني 125 غرام 250 غرام يعني تقدر في العرض تشري كيلو تاع نوع واحد تقدر تخير ثمان انواع تاع عسل ودي منهم كاع 125 125 125 غرام ودرنا حاجه مهمه درنا صندوق هذا الاكواريوم باش الناس يعرفوا ويشوفوا كيفاش حنا نخدموا واش نشوفوا في الصندوق ودرنا 3 سنين باش خدمنا الصندوق هذايا شوف نحل كيكون يخدم اون ديريكت هذا اون ديريكت اون ديريكت اون ديريكت ونشوفوا دي برودوي هنا كيما هذا غذاء الملك وهذايا بروبوليس بروبوليس هذا نسمع به بزاف شنو هو اكزاكتومون اي بروبوليس شكون العقبه انتيبيوتيك ناتورال القوة حاجة قوة يطلع لك المناعة انتي فيروس هو يجي هكذا يعني شوف شغل عسل هذا شغل هذا عسل عندنا زوج انواع عندنا واحد بالعسل عسل بلا بروبوليس هذه شنو مخلطه بالعسل هذه وعندنا ثاني كليجيلول اللي نخدموا من هنا في اللابوراتوار صح وشنو هو هذا البروبوليس هذا وشنو هو النحله تحكم لاغيزين مسجره تخلطوا بالشهده وتخرج لاغيزين يسموها لا بروبوليس انتيبيوتيك وين تصيبها انت تحكي تحلها انا نصيبها في الصندوق دوك نوري لكم في الصندوق كيفاش كيفاش نخرجوها وكيفاش النحله تخدمها نوري لك اللابو كيفاش نخدموا في اللابو تفضل هنا نخدموا ليجيلول ليجيلول تاع البروبوليس ومن بعد هنا عندنا ماشينه اللي تحسب ليجيلول بال 60 كاينه حاجه مهمه كاع العسل كاع واش يخرج منه كاع واش يدخل منه اناليز كاع بالوثيقه وهذا الكاي هذا كل عام نصرفوا عليه بزاف دراهم ميم لا بروبوليس اللي بعتوها لالمان باش نديروا لاليست تاع لي بوليفين 30000 ملي غرام تاع لي بوليفين دوك نشوفوا نوريكم كيفاش يخدموا النحل لبسوا لي كومبينيزون لبسوا لي كومبينيزون اور بيستا غنحلوا الصندوق وشنو هذايا؟ يقولوا لهم في موار يدير دخان باش نكلميو النحل كي نحلوا باش كيقولوا نفتحوا اه لازم يزدمش علينا بالعقل بالعقل دوك نحلوا الصندوق بالعقل يديروا بزاف دخان هذه هي لا بروبوليس اللي هضرت لك عليها هذه هي شوف شوف كيفاش خدموا فيها هذه على ثمانه شوف العكبه العكبه وهذه هي النحل علاش يديرها بصح هذه؟ هذا انتيبيوتيك هو يديرها باش يغلق كاع التقابي تاع الصندوق قول لي هاد العسل هادو الانواع اللي عندك هذا 15 نوع هادوما كاع تخدموهم هنايا مستحيل مستحيل حنا نخدموا ثلاث انواع هنايا والاخرين عندنا في الغابه ثانيك واسكو تخدموهم كاع في الجي عندنا البيض عندنا كاع ما عندنا قلت لك عين وساره عندنا في غليزان تاسك راكم العسل تاعكم شغل في كاع الجزائري تاسك الحمد لله كاع الولايات عندكم وكل ولايه الاختصاص تاعها تاع العسل شوف الحسن شوف الله يبارك عليك شوف الحسن هذا خوتنا هذا كان عندي مشكل كنا حنشري العسل اباك تحر وين تشري ما على باش اسكو هذيك يشري عنده كونفيونس لا 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 ما باش هذا العسل لا كتشري عسل حر ولا كتشري يضرب النونور صبر هنا كي تشري شغل تشري كونفيون على باك اللي شريت حاجه مليحه وراح تذوق وراح تشري البوا اللي حبيتو والعسل النوع اللي حبيت تشريه وشابه كاع زيد ذوق خويا ذوق باطل ذوق كاع ليغو اللي حبيتهم خوتنا البلاصه هذه هاي ليك ميالري مازوني هذه جايه في بنيمسوس بنيمسوس كي تكون جايه من هذيك الانترسيكسيون كيما تكون باش تروح للبوزريعه ولا تعاود تحبط باش تروح لدار الابراهيم البيض فهذيك اللي ندروات اللي تديك للسبيطار تاع بنيمسوس